بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وضعت لكم على الاي ليرنينج فيديوهين، لينك لتو فيديوز من فيديوز ست صبا. حكيت احسن ما اسجل انا، في مسجل شفتهم مسجلين، عامله زي تريس اوت على على شابتر 3، شرحيته ممكن بطريقة ثانية، محلليته أكثر، مجربة بعض الأشياء على البايثون. فبدأ محاضرة السبت والاثنين، حطيت لكم تو فيديوز شوفوهم، بيكملوا شابتر 3. هلا راح نكمل شابتر 5. شابتر 5 بالنسبة للسلايدات هو حاط لك المختصر المفيد بالنسبة لمحتوى السلايدات، خلينا هيك نسميه إنه مختصر مفيد. خليني أضغط. دكتورة، تشابتر 5 مش نازل على الإيلرنينج؟ بعدني مش منزله. لا طيب لسه، طيب ماشي. بس إذا تقدر تحملي لنا إياه هسه إنه عشان نتابع معك بالمحاضرة. تمام. تمام. شابتر 5، خلينا أحطه في المكان الصح. إحنا بأي هلا؟ إحنا هون. أوكي. وحطيت لكم الكتاب أنا، يعني الكتاب هي داتا ستراكشر إن بايثون، راح أبلش فيه. أوكي، أنا عامل أصلا شير سكرين، صح؟ شايفين شو بعمل؟ صح. اري صح. بيست سيكونسز. هلا الاشياء اللي راح نغطيها من هاي الشابتر، اللي عملت لها هايلايت حسب الخطه، اللي هي شو يعني بايثون سيكونس تايبس، وانت اوريدي فاميليار مع هاي السيكونس تايبس، اللي هي الليست والتابلز والاس تي ار. بعدين راح ناخذ لو ليفل اريز. فعليا لما احنا بنحكي اري شو يعني ريفرنشال وشو يعني كومباكت، هاي راح اغطيهم هاي المحاضره. في دايناميك اريز اند اموتايزيشن، راح نشوف كيف الامبلمنتيشن للدايناميك اري، شو معنى دايناميك اري، شو بتختلف عن الكومباكت اري. راح نحلل الدايناميك اري وكيف لما انا اكثر شيء بالداتا ستراكشر بهمني، لما بدي أزيد على هاي العناصر، يعني شو المشكلة إنه أنا يكون عندي مساحة تخزينية كافية، وهي المساحة التخزينية حاليا كافية، بس إنه ممكن أنا أزيدها في المستقبل، فالزيادة هاي اللي في المستقبل إيش راح تزيد لي complexity. أوكي، وراح ناخذ الليست كلاس في بايثون، راح ناخذ الإفيشنسي على الليست والتابلز كلاسز، نشرحها بالتفصيل ونقارن بيناتهم ككومبلكسيتي. وسترينج كلاس مش رح ناخذ، هاي الاشياء اللي رح نغطيها، ليست تابلز اريز، وال رح ناخذ تطبيق على الاري بيز سيكونس اللي هي سورتنج اسيكونس، كيف بعمل ترتيب. لانت الكل اللي بيعرف لما نحكي اريز ولا سيكونس معروف ايش يعني السيكونس اللي رح نعمل نشتغل عليهم، ليست تابلز والاس تي ار حكينا مش رح نشتغل عليه، فاكثر شيء رح نشتغل ليست اند تابلز. ايتش سبورت من هاي السيكونس تايبس سبورت عندك. انا حطيت هايلايت على الاشياء اللي بدي اقرا لكم اياها لانها شويه كمقدمه مهم انك تعرفها. ايتش سبورت اندكسينج تو اكسس اند انديفيديوال اليمنتس اوف ا سيكونس، يعني انت بتعرف كيف انا بدي اعمل شو يعني عن طريق الاندكسنج. كنا نحكي A of 1، A عبارة عن array، A of 1 اني مشان اوصل ل individual element. فهي syntax sequence of K. And each use low level concepts known as array to represent the sequence. شو معنى array؟ سواء tuple ولا list بيستخدموا
ك low level implementation أو low level concepts مشان يمثلوا هاي السيكونس بيستخدموا إشي اسمه أري. شو يعني أري؟ أري عبارة بشكل عام إيش يعني low level concept؟ يعني بشكل عام عبارة عن أماكن تخزينية متتابعة في الذاكرة. That's all. أوكي؟ بحكي لك في بعض الاختلافات بيناتهم. السترينج عبارة عن array of character يمثل كarray of character، والليست والتابلز عبارة عن array of reference. فبهاي المحاضرة بدنا نفرق إيش يعني array وإيش يعني array of reference أو compact array بيسموها برضو. راح نشوف كيف لما نعمل إحنا سترينج كيف بعملها البايثون، ولما نحكي ليست أو تابلز كيف التمثيل داخل الذاكرة بتم. بالنسبة للإشي اسمه public behavior بحكي لك while the basic usage of list, string and tuples may seem أو seem straightforward there are several important subtleties regarding the behavior associated with these classes. بحكي لك مع إنه أنت شايفهم إشي بسيط من يعني هو عبارة عن مجموعة من القيم لا ونتعامل معهم بطريقة أحياناً متشابهة بالإندكسينج زي ما حكينا. إيش يعني copy of a sequence أو slice of a sequence؟ في برضو هاي الأشياء اللي بنعملها هاي. إذا أنت كان عندك misunderstanding إنه كيف هاي الليست بتتمثل أو كيف بيتم التعامل معها، هذا رح ينشئ لك bugs في البروغرام تبعك. عشان هيك يعني في إشي اسمه details كيف هاي التمثيل لهاي الـ data structure بيتم فعليا لازم تكون فاهمه. فاستابلش an accurate mental model for each of these classes، لازم يكون في عندك تصور بالضبط كيف بنتعامل مع هاي الكلاسز، لأنه بيساعدك إنه explore more advanced usage and representing a multi-dimensional data set as list and as a list of list. بيعطيك تصور ويخليك تتخيل إنه كيف أنا ممكن أتعامل معهم وكيف أنا أمثلهم. مثلاً لما أحكي list of list فلازم على طول تتخيل إنه إيش معنى list of list. طبعاً بالنسبة لنا زمان أو لأي حدا ممكن في مبدأ اسمه encapsulation أخذته بالكلاسز أو بالobject oriented programming. شو يعني encapsulation؟ يعني أنا بالنسبة إلي الديتيلز الimplementation details بتكون مخفية، أنا بس بستخدم الكلاس لازم أكون فاهم الانترفيس أوكي وكيف أنا وشو بيطلع لي شو النتيجة. فأنا بكون عارفة كيف أستخدم هاي الميثود، شو الانبوت شو الاوتبوت. بحكي لك هاي أنت لشخص مش كمبيوتر ساينس عادي، هو مبرمج بس هدفه يعمل شغلي ويكمل. بس أنت كمبرمج أنت تخصصك اي تي كمبيوتر ساينس شو ما كان تخصصك بالاي تي، أنت الديفلوبر، أنت اللي بدك تصمم، انت لازم تكون فاهم كيف الامبلمنتيشن بيتم مشان تعمل مور افيشنت بروجرام. احنا حكينا احنا بالداتا ستراكشر ايش كنا نحلل؟ اول شيء اخذنا الكومبلكسيتي واخذنا كيف انه الجروث فانكشن وكيف لما استخدم اريا وهوبس وكيف بتعامل انا مع هاي السيكونسز بشكل عام او مع البروجرامز. لانه احنا مش بس نكتب برنامج ونرمي يلا روح انت دبر حالك هاي برنامج، لا احنا بدنا الافيشنسي يكون افيشنسي عالي من ناحية space efficiency و time space complexity and time complexity. فاحنا دائما لازم نعمل analysis اللي هو سميناه asymptotic analysis اوكي اللي هي البيج او البيج او اللي هي حكينا عنها الورست كيس. هلا لو ليفل اريز إيش يعني low level؟ The primary memory of computer is composed of bits of information. هلا الميموري مكونة أصغر وحدة تخزينية في الميموري هي البيت، وأنت بتعرف من زمان إنه أخذته بأول مساق إنه أصغر وحدة تخزينية في البيت. بس إحنا بما إنه الميموري تتكون من بيتس كثيرة فجمعنا أو صرنا بليفل أعلى إنه كل
مجموعة bits اللي هم 8 bits بيساوي 1 byte. And those bits are typically grouped into larger unit. هاي larger unit تسمى البايت. طبعا في احيانا بحكي لك هون depends upon the precise system architecture. صح احنا في عندنا typical byte بس في بيساوي 8 bit, بس في اشي يسموه word. لما يعتمد على system architecture بيكون في بالسيستم اشي اسمه word. الword ممكن تكون byte, ممكن تكون 2 byte, 4 bytes, 8 بايتس, حسب هاي حسب السيستم اركيتكتشر. بس لحد هلا الميموري اصلا مكونه من سيكونس اوف بيتس. هاي البيتس جمعناهم كل 8 بيت جمعناهم في 1 بايت. كل بايت له ادرس. هلا كيف انا برجع لهاي البايت؟ برجع له من خلال ادرس. زمان لما كنا نحكي انتجر اكس, او لما انت كنت تحكي بالبايثون اكس بيساوي 10, الاكس هاي عباره عن اسم متغير. طب شو بالنسبة لك, بالنسبة للكمبيوتر هذا الإكس؟ الإكس عبارة عن مكان تخزيني في الذاكرة له حجم معين حسب نوع. فالإكس إذا كان انتجر راح يحجز له بالبايثون بجوز 2 بايتس 4 بايتس زي ما أنت بتعرف. هو بالنسبة له عبارة عن موقع له عنوان, هاي العنوان. أوكي. In effect each byte of memory is associated with a unique number وذا يونيك نمبر. طبعا الادرس وين ما نحكي ادرس لازم يكون هذا الادرس يونيك, لانه ذات سيرف از اتس ادرس, لانه بيخدم ليكون عنوان لهاي الورد او لهاي البايت. فعنوان هاي البايت, اوكي, عنوان هاي البايت معروف يونيك. كل الميموري ادريسز متتابعين, خلينا نحكي هيك كمان. مثلا هذا عنوانه 2144 2145 46 طلع. انت لما تحط اكس, كنا زمان لما نتعامل مع الاسمبلي كنا نتعامل مع الميموري لوكيشن, مسموح لنا انه ندخل على ميموري لوكيشن معين ونتعامل معه. بس بالهاي ليفل لانجويج بطلنا بدنا نتعامل مع الميموري لوكيشن, صرنا نتعامل مع اكس, نسمي متغير اكس, وبالنسبه لنا اسمه اكس, لكن بالنسبه للسيستم للرن تايم سيستم هو عبارة عن ميموري لوكيشن له ادرس, فالكومبايلر بتعامل معاه كادرس. شو يعني راندوم ميموري اكسس؟ هلا لما كنا نحكي بدنا نعمل اكسس على اي واحد من هاي الميموري لوكيشن على طول, نعمل البايت رقم كذا بيروح عليها مباشرة, البايت اللي عنوانه هيك بيروح عليها مباشرة. فهي المباشرة, أوكي, الأسيمتوتيك أناليسيز إلها اللي هي كم بيلزمني وقت مشان أوصل لهاي الانديفيدوال بايت أوف ميموري اللي هو البيك أوف ون, لأنه مباشرة. شو معنى راندوم أو دايركت؟ بسموها يا إما راندوم يا إما دايركت. هلا الميموري عندي نوعين, يا إما دايركت أو راندوم أكسس ميموري, يا إما سيكوانشال. شو معنى سيكوانشال؟ أكثر مثال على السيكوانشال أنت بتعرفه اللي هو الكاسيتات بتاعت زمان, مشان توصل لنقطة معينة لازم تلف على كل اللي قبلها, صح؟ هون لا, بالراندوم أكسس أو الدايركت أكسس, لما أنا بدي أحكي بدي العنوان 2154, مجرد ما جملة واحدة استرجع لي محتويات 2154 على طول بيعطيك إياه في الكومبلكسيتي إله بيج أو أوف وان. اوكي, حكيتها انه الاكس ممكن يكون مرتبط في 1 ميموري لوكيشن, وهي مرتبط في قيمه, وهي القيمه عباره عن ميموري لوكيشن مخزن فيها الفاليو اللي انا بدي اياها. فدائما كنا لما نجي نشرح ماده البرمجه نحكي انتجر اكس, هاي اكس عباره عن اسم لميموري لوكيشن محجوز في الذاكره, ولما احكي اكس بيساوي 5 أنا حطيت هاي الخمسة في هاي الميموري لوكيشن, والخمسة محطوطة في ميموري لوكيشن إله أدرس. أوكي, هاي الديتيلز لازم أنت تعرفها. ليه؟ بدنا نشوف الأريز كيف بتتمثل. A group of related variables can be stored one after another in a contiguous portion of the computer memory. فأنا بيكون عندي مثلا array of string, هاي
string array of character. الاري اوف كاركتر عاده بتمثلوا ورا بعض هيك، بتمثلوا بهاي الشكل از اري. اكيد انا لما بحكي اري انت فاهم شو يعني اري. اوكي، a text string is sorted as an ordered sequence of individual characters. لما انا حكيت sample وخزنتها في الميموري as string، هي عباره عن اري اوف كاركترز تخزنت في مواقع متتالية في الذاكرة. والبايثون بيستخدم اليونيكود. اليونيكود يعني لكل كاركتر بيستخدم 2 بايت. أوكي، يمكن هاي مهمة إنه نعملها هيك. أوكي، بالنسبة لبايثون okay. Therefore, 6 character string such as sample would be stored in 10 consecutive bytes of memory. معناتها كم من كم حرف مكون sample؟ من 1 2 3 4 5 6. 6 character. وكل character راح ياخذ 2 bytes، معناته كم بايت في الذاكرة بحاجة مشان اخزن sample. حاجة إني أخزنها في 12 موقع. فالموقع مثلاً 2146 أول موقع، مش أنت اللي بتعطي، هاي الكومبايلر هو اللي بتدخل في الالوكيشن أوف ميموري لوكيشن. أوكي، بس بحطها في مواقع متتالية. هاي أنتوا كنتوا تسموها ليست. أوكي، بالبايثون هاي عبارة عن ليست. أري أوف كاركتر، سترينج، ستريم أوف كاركتر. بس فعليا كيف بتتخزن؟ كل 1 كاركتر بتخزن ب 2 بايت. فمثلا الاس مخزنه بال 2146 و2147. اوكي، فسترينج امبيدد از ان اري اوف كاركتر. هي السترينج عباره عن اري اوف كاركترز ان ا كمبيوتر ميموري، هيك مخزنه. ف بوصل لهاي هاي بسموها سيلز. اوكي، we will refer to each location within the array as cell. هي عبارة عن cell. ومشان أرجع لأي مكان إلهم، أنا ما برجع إلهم في المواقع 2146 أعطيني 2146 و 2000، لا، أنا برجع إلهم اللي هو الهاي ليفل 0 1 2 3 4 5. ببلش من 0. بايثون بتبلش بالأريز دائما ابتداء من 0. في لغات بتبلش من 1، بايثون بتبلش من 0. فالموقع الأول array of 0, of 1, of 2, of 3, 4, of 5 اللي هي الindex. اوكي، فأنا بحاجة ل 12 موقع أو 12 بايت مشان أقدر أخزن array of أو string of string array of characters مكونة من 6 characters. بحكي لك هون، بس خليني أفرجي في السلايدات قبل ما أنتقل لهاي الجزء، لأنه برضو مشروح بالسلايدات عشان أحكي لك وين موقعه. Array based sequence، الميموري ادرس عرفنا عبارة عن الذاكرة مجزأة لمجموعة من البايتس، كل بايت مرتبط في رقم يونيك يعتبر ادرس لهاي الميموري لوكيشن. اوكي، فالكمبيوتر سيستم كان ريفير تو داتا ان بايت فيرسس داتا ان بايت. فور اكزامبل بحكي لك هو بيرجع للداتا عبر الموقع، فالريبريزنتيشن للميموري بهذا الشكل زي ما شفتوا نفسه. راح امشي لك على السلايدات زي ما هتحكي، ما اعطيك المختصر المفيد، بس انا حبيت امر على الكتاب في بعض الديتيلز هاي ممكن تعرفها. حكينا a group of related array عباره عن group of related variables can be stored one after another in contiguous portion of the computer memory. لما احكي array معناته عبارة عن مواقع متتالية في الذاكرة بخزن فيها الإشي اللي أنا بدي اللي بدي إياه. فأنا لما بدي أخزن string اللي هو عبارة عن array of characters stream of characters، كل character بتمثل في 2 byte. هاي عبارة عن location كيف مخزنين، هاي عبارة عن high level abstraction للأري، هاي عبارة عن cells،
وهذا عبارة عن الاندكس. الجزء اللي صرنا فيه بالكتاب هون الميموري ادرس بيساوي الستارت ادرس زائد السيل سايز في الاندكس. لو اجيت بدك مثلا تحكي ايش الموقع، ايش موقع العنوان اري اوف 3، اوكي اري اوف 3، تيجي تحكي عبارة عن 2146 في 2 زائد 2 عفوا زائد 2 في 3، 2 في 3 6، 6 زائد 2146 مين بده يجاوبني؟ 2146 انا بحسب الادرس، بحسب الادرس للاري اوف 3. الاري اوف 3 شو هو الاندكس؟ طيب يا جماعه شو هو الاندكس؟ الاندكس 3 صح؟ وكم كل جزء كم اخذ من كل كاركتر كم اخذ مشان يتخزن؟ اخذ 2، 2 في 3 6 زائد اول ادرس تخزن في 2146، 2146 زائد 6 2152، هيها اللي هي هيها اوف 3. اجمعها لحالك 2146 زائد 6 بيطلع 2152 اللي هي هون. طبعا رح تحكي لي طب انت حكيتي انه مش بس 2152 كمان 2153، ما طلعش معنا بالجمع. هو بعطيك بداية الادرس، فبداية البي موجودة على 200 2152 وراح يكون الجزء الثاني لانه 2 بايتس راح يكون محجوز للبي، فبعطيك اول واحد للبي 2152 والثاني بيكون 2153. لحد هون بجوز انت فاميليار مع هاي الاشي من البايثون ومفيش عندك ولا مشكلة صح؟ مين عنده مشكلة لهون؟ بأي وقت انت عندك مشكلة احكي لي. فنفس الاشي بشرح لك بالكتاب انه كيف انا بدي ارجع للموقع الرابع 2 في 4 8، 8 زائد 2146 بيساوي 2154 اللي هو الموقع بيكون الرابع. اوكي طيب انا مش حاطه الاسماء قدامي انه اشوف مين بيرفع اصبعه، ممكن انك يعني تحكي اذا تشعرني انه انت بدك سؤال، او ممكن شو اعمل اصغر هاي مثلا، صغرت كثير. ممكن هيك نعمل عشان إذا حدا رفع إصبعه وأشوف. في الهاي ليفل أبستراكشن لتمثيل الأري بيكون بهالشكل، كنا نحكي أس أري أوف 0 أوف 1 أوف 3 أوف 4 أوف 5 مكونة من 6 مواقع من 0 ل 5. هلا لما أحكي ريفرنشال أري شو يعني ريفرنشال؟ طالما أنت بالبايثون ما حكيت وهي عبارة عن أري فهي ريفرنشال. شو يعني ريفرنشال؟ ريفرنشال يعني ما بيحط القيمة في الموقع، بيحط ريفرنس في الموقع، وريفرنس بالنسبة لنا هو العنوان. هاي إمتى أنا بيكون عندي ريفرنشال أري وإمتى بيكون عندي الجزء الثاني كومباكت أري؟ يعني أروح لك على كومباكت أري، المصطلحين رح نتداولهم مع بعض. اوكي compact array وايش يعني اصلا array؟ انا بدي الانترنال ريبريزنتيشن لما احكي compact array ولما احكي ريفرنشال array. طلع خلينا على compact array شوي. we emphasize that strings are represented using an array of character ف not array of references، مش أري مكونة من addresses. فالcompact array because the array is
storing the bits that represent the primary data. هاي الكومباكت اري هي عباره عن الاري اللي بتخزن الداتا. نفس الداتا يعني لما تحكي اوف زيرو بيساوي اس، معناته اس مخزنه في نفس الموقع. مشان برضو نميز على شايف هاي الكومباكت اري. هلا انت صرت عارف ايش يعني كومباكت اري. كومباكت اري بخزن القيم. طب امتى بدي اخزن القيم؟ انا بخزن القيم لما يكونوا نفس النوع، نفس النوع، كلهم كاركتر، كلهم انتجر، كلهم اوكي. فنفس القيم، نفس النوع، اكيد نفس الطول. فبهاي الحاله انا بستخدم شيء اسمه كومباكت اري. بشكل عام الهاي ابستراكشن لهاي التمثيل بهالشكل. طب شو يعني ريفرنشال؟ ريفرنشال انا ما بخزن القيمه، بخزن بالموقع ادرس. خليني اجي لك هون رسمه. بحكي لك انا في عندي 200 سرير في مستشفى، كل سرير مبين مين الشخص المريض على هذا السرير. بدي أخزن أسماء المرضى في هاي الأرض. هاي أسماء المرضى شو تساوي؟ طلع داريني، جوزيف، جانيت، جونس، هيلين، فيرجينيا. طلع الأطوال، الأطوال مختلفة. أوكي، عشان هيك ما بقدر أحط ريني في هاي الموقع. بقدر بحالي واحدة. شو بحكي لك كيف؟ باجي بحكي مين أطول، بعمل بقدر أعمل كومبات. كيف؟ باجي بحكي مين أطول اسم عندي طوله 10، معناته بخلي كل أطوال مواقع الأري 10، حتى لو رني هذا حجمه 4 أو 5 حاجز له أنا 10. شو بصير بهاي الحالة؟ بصير بهاي الحالة wasteful. أوكي، فبحكي لك أول إشي خليني أروح على بداية. Referential Array عبارة عن تمثيل to represent such list with array. Python adhere to the requirement that each cell of the array use the same number of bytes. هاي الطريقة اللي أول ما أبلش فيها بحكي لك إنه بروح أنا بختار أطول string، بخزنهم في كل موقع. ف enough space for each cell to hold the maximum length. لكن في أسماء الطول تبعها أقل من هاي اللينك، عشان هيك هذا بصير عندي wasteful. مشان هيك instead Python represent a list or tuple instance using an internal storage mechanism of an array of object references. فشو يعني object references؟ هي عبارة عن هيها لسه المواقع التالي، لكن المواقع ما بتحتوي على القيمة، تحتوي على reference عن قيمة، تحتوي على address of memory location بيأشر لي على قيمة هاي string. فهذا lowest level what is stored is a consecutive هي عبارة consecutive sequence of memory addresses at which the element of the sequence resides. عبارة عن مواقع متتالية تحتوي addresses، مواقع برضو متتالية في الميموري تحتوي على addresses. برضو هي أصلاً الaddresses متتالية هون، تنساش إنه هاي addresses هون متتالية. أوكي، لكن القيمة اللي هون عبارة عن memory reference لا object. هاي الأوبجكت ببلش مثلا من أدرس معين، هاي من أدرس، هاي من أدرس 200. مش ضروري برضو هدول متتابعين، كل واحد بيروح على موقع مختلف. لكن لما أحكي أري أوف 3 بيروح على الأي أوف 3 بلاقيه عنوان، بيروح على العنوان بلاقي جونس، بيجيب لي جونس. بهاي ريفرنشال. فبدك تميز إيش يعني كومباكت أري وإيش يعني ريفرنشال أري. لحد هون حدا عنده سؤال تمام الأمور؟ A single list instance may include multiple references to the same object.
as an as element of the list. شو بحكي لك؟ هاي هاي وين المثال تبعك؟ هاي عرفت هون counter من ثمان مواقع فيهم زيرو، فنفس نفس الموقع ستة وسبعة وأربعة وخمسة بيأشر على الزيرو، بيأشر على نفس الأوبجكت. فهي معنى إنه a single list instance may include multiple references to the same object. وحتى إذا أنت أخذت هون جزء من هاي البرايس وسميتها تيم، تيم صار عبارة عن ليست اوكي، والمواقع تبعونها مكونة من 3 بتأشر على 7. فتيم هي لما ناخذ احنا سلايس، لما ناخذ سلايس من برايس من 3 مثلا ل 5، فبصير الموقع 0 اوف 10 بيأشر على نفس الاوبجكت اللي بيأشر عليه 3. Okay. نفس الموقع واحد بيأشر على الأوبجكت 11 والبرانش أوف 4 بيأشر على نفس الموقع. A single list instance may include multiple references to the same object as elements of the list, and it's possible for a single object to be elements of two or more lists. هيا كمان الجزء الثاني، هيا اللي هي single object element of two or more list. هيا لبرايم وتيم تو ليست وبيأشروا على نفس الأوبجكت، في بعض الريفرنسز فيهم بيأشروا على بعض على نفس الأوبجكت. As those lists simply store references back to the object. ليه؟ كل بساطة لأنه بيخزن الريفرنس. The reference that is of zero هو نفس الريفرنس لبرايمز أوف 3، فعشان هيك بيأشروا على نفس الموقع. هاي الديتيلز لازم تكون انت عارف كيف انه كيف الانترنال ريبريزنتيشن لهي لهي الليست. لما انت بدك تغير when an element of the list are immutable object as with the integer instance، بحكي لك لما يكون عندي هاي الريفرنس عائد على object من نوع integer والانتجر اموتابل، فمعناتها لما تغير انت temp of 3 temp of ايش هاي temp of 2 ما بتتغير ال 13 لبرايمز اوف 5، بيروح بيصير يأشر على اشي ثاني اوف 5. اوكي في هون اكزامبل، فور اكزامبل كمان temp of 2 بتساوي 15، temp of 2 بتساوي 15، شو بتصير الحالة؟ طلع كيف بتصير temp of 2 بتساوي 15، صار reference في 2 بيأشر على object 15، بينما ال 2 وين كان يأشر؟ ال 2 كان يأشر هون. ال prime of 5 ما تغير، ما له علاقة، هاي معناها immutable ما بتغير، لأنه الانتجر زي ما بتعرفوا immutable غير قابل للتغيير، فتغيير أي قيمة okay that does not change the existing integer object ما بيغير ال 13. اوكي غير الريفرنس، it changed the reference in cell 2 of the temple list to reference a different object. اوكي هاي كثير مهمه. هلا عليها بدي اجرب لك عليها شو اسمه example بالبايثون مشان تشوفها هاي الاشي. اوكي طلع بحكي لك ممكن يكون عندي 2 اكثر من reference بيأشر على نفس الاوبجكت، وممكن يكون عندي أكثر من list بيأشروا على نفس الأوبجكت. التغيير للأوبجكت أوكي التغيير بيتم التغيير حسب نوع الأوبجكت، إذا كان نوعه متبل إم متبل أو متبل. فالإنتجر معروف عنه هيو الإنتجر إم متبل وذا إن the integer instances معطيك وذا when the elements of the list are immutable object as with the integer instance، يعني الانتجر immutable معناها تغيير أي عنصر هون ما بيأثر على الأوبجكت، بيأثر على شو؟
يلا مين بده يجاوبني؟ بيأثر على شو؟ هاي معناها انه ولا حدا معي بشرح لحالي. انا مش فاهم السؤال. انا معك بس مش فاهم السؤال. طب ليه مش فاهم السؤال؟ صرت عايتها ثلاث مرات على فكرة. السؤال بحكي لك لما يكون الأوبجكت فهمته انه انا لما الريفرنشال ريفرنشال اري عبارة عن اري بتحتوي على ادرس صح؟ بدال ما يكون زي هاي زي سامبل. طلع كيف سامبل، خليني اروح لك على السلايدات. طلع على السلايدات بايثون سيكونس كلاس، خليني اروح لك هون. هاي خليني هون اروح لك بنفس المكان. هاي كومباكت اري. شو يعني كومباكت اري؟ يعني الأريم مخزن فيها نفس الإليمنت، فـ of 0 بيساوي S بيساوي A of 1 of 2M. هاي لما بتعامل أنا مع الكومباكت أريم، لما بتعامل أنا لما بيكون عندي primitive element. هسا بحكي لك شو يعني primitive element، خلينا منها شوي. هلأ بالريفرنشال اري، هاي بالسلايد بتحتوي على الديفرنسز بيناتهم. بالريفرنشال اري بالاوف زيرو ما بيكون القيمه نفسها، شو بيكون؟ شو بيكون؟ بيكون ريفرنس. شو يعني ريفرنس؟ يعني ادرس. ادرس على شو؟ ادرس على الاوبجكت اللي بيحتوي على هاي القيمه. تمام؟ هاي الفرق بين الكومباكت والريفرنشال. نيجي هلا على شو؟ هاي نفس الاشي references، نفس الشرح. هاي شو بحكي لك بالreferential؟ بحكي لك ممكن تكون references في two list بيأشروا على نفس الobject، صح ولا لا؟ ومبين انه مثلا primes of three بتأشر على سبعة وtemp of zero بتأشر على سبعة، يعني primes of three بتساوي سبعة وtemp of zero بتساوي سبعة. شو معناها؟ معناها الريفرنس الادرس اللي في تمب اوف 0 وتمب اوف 3 نفس الادرس. طيب لما اجيت هون وحبيت اغير تمب اوف 2، تمب اوف 2 كان بيأشر على 13. شو معناها؟ بحكي لك التغيير بيتم حسب نوع الاوبجكت. اذا كان الاوبجكت immutable زي الانتجر معناتها ما بتغير. شو اللي ما بتغير؟ هينا لما انت حكيت هون temp of 2 بتساوي 15، temp of 2 بتساوي 15، ما غيرنا ال 13 وحطيناها 15، شو غيرنا؟ هذا السؤال، شو غيرنا؟ الريفرنس. ايوه روعه، غيرنا الريفرنس. الريفرنس اوف 2 صار بيأشر على 15. هل برايمز اوف 5 تغيرت؟ لا. ايوه ليه؟ لانه غيرنا لما حكينا صح هون اوف 2 بتساوي 13 وصح برايمز اوف 5 بتساوي 13، لكن لما غيرت قيمه تيمب اوف 2 تغيرت ال 15، صارت ريفرنس 2 تأشر على 15 بس الخمسه برايمز اوف 5 ما تغيرت. لانه غير ليه؟ لانه الانتجر انموتابل، لانه النوع المخزن انموتابل، النوع المخزن انتجر والانتجر انموتابل، فعشان هيك ما بيغير لي الاوبجكت، بيغير لي الريفرنس، بيغير الريفرنس. تمام؟ ما فاهمين شو بنعمل؟ مثلا هون تمام طلع هاي نفس النتيجة. بحكي لك أنا عرفت داتا عبارة عن ليست فيها 8 consecutive memory location، 8 مواقع كلهم فيهم زيرو. شو معنى كلهم فيهم زيرو؟ معناها هاي كلهم ريفرنس على نفس الأوبجكت. هيك بايثون بيساوي، هيك بايثون تمثيل بايثون. لما اجيت حكيت له
data of 2 plus equal 1 يعني زيد لي على محتويات الداتا of 2 اللي كانت 0 زيد لي عليها 1 صارت 1. ما غير هاي ال 1 شو غير؟ شو غير؟ غير الريفرنس للتو. ليه؟ غير لانه بيأشر على انتجر والانتجر اموتابل، فما غير الزيرو. شو غير؟ غير الريفرنس للتو، صارت تأشر على الاوبجكت 1 وبقيه العناصر هيها الزيرو هاي ما تغيرت. عرفت شو معنى ما تغيرت؟ تمام 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 دكتورة. طيب في هون بالبايثون أنا بجربيت لك سؤال. هون وين البايثون؟ هون أنا في عندي إيه بتساوي 1 2 3 إيه بتساوي 5 6 أو 7 7 9 هاي أنا بفرجيك شو صاير لما نأخذ شو مع شو بي شو كيف بحجز مين أحسن من حيث المواقع ومن حيث المواقع ومن حيث التايم كومبلكسيتي والسبيس كومبلكسيتي. شو معنى A إكس فريند B؟ معناته خلي A تصير محتواها A زائد B، إنه أنت A وضم منها B. ف لما هو طبعت A دكتورة بس صوتك بعيد. صوتي بعيد؟ أنا كثير عندي الشبكة كويسة. هون لا لسه زي ما هو. والله مش عارف شو السبب. طيب هون لما طبعت شو هيطبع لي لما هيطبع لي 1 2 3 5 6 7 9 10 صارت هاي محتويات بي صارت نفس الشيء 5 6 7 9 10 جيت حكيت له A of T بتساوي اللي هي 0 1 2 3 هي جايه من وين؟ هاي الخمسه جايه من يطبع لي ايه؟ غير على ايه؟ غير على 3 ما تغير. أنا نقطة 1 2 0 1 2 0 1 2 صارت هاي القيمة. إيه أوف تي صارت هاي القيمة هي 0 0 1 2 3 صارت هاي القيمة. تغيرت اللي هي إيه أوف تي سويتها 200. هل تغيرت بي؟ لا. طيب الميت بتتغير إذا كان متبت. شو معنى متبت؟ يعني اجيت وهذا العنصر وسويته ليست عملته ليست مش انتجر صار ليست. فال A 1 2 3 وال B 5 6 العنصر الاول فيها بعدين 7 9 10 طبعا بالاول عملت A extend B صار المستويات A 1 3 سوري 1 2 3 5 7 7 9 10 هنا وطبعت الايه طبعت البي البي 5 6 7 9 10 البي تغير 3 اخوان مين 3 اخوان 0 1 2 3 اخوان غيرت السته غيرت السته مش هنمشي طبعت ايه هي غيرت طبعت البي تغير ليه تغيرت في ايه وتغيرت في بي يلا ليه تغيرت في ايه وتغيرت في بي الليست متبل لانه الليست متبل تمام ميز شو يعني انه انا اعمل تو ليست واعمل اكستند وانه كيف بيأشروا على نفس المكان وغيرت لما غيرت الاوبجكت تغير الريفرنس للاولى والريفرنس للثاني ظل ثابت لانه ام متبل وهي معناها والانتجر ام متبل واذا كان متبل معناته قابل للتغيير اي تغيير على عنصر بغير الاوبجكت اوكي بغير الاوبجكت مش الريفرنس هيك معناها طيب
ارجع على الكتاب ده فرجيك شغله. هي بحكي لك لانه الانتجر اموتابل عشان بيغير الريفرنس ما بيغير الاوبجكت. تمام، هاي واضحه ومظبوطه. في اشي اسمه شالو كوبي، انا بعمل كوبي للس. في اشي اسمه شالو كوبي وديب كوبي، بدايه المحاضره الجايه بوضح لك اياهم بالضبط. وبعمل لك اياهم، انا عامل عليهم برنامج، بس خلينا شوي منهم، بدي اكمل لك هاي الفكره. فهي كلياتها اوريدي صرنا نعرفها واخذنا اكستند اوكي وزدنا عليهم وغيرنا طبقناها نفسها. هلا شفنا الكومباكت كيف تتمثل وشفنا الريفرنشال كيف بتمثل. هلا انت بالنسبه لبايثون هي عباره عن ليست. هلا بحكي لك مين احسن، الكومباكت ولا الريفرنشال؟ شو رايك؟ شو رايك مين احسن كسبيس كومبلكسيتي؟ طلع سامبل كيف تمثلت. سامبل فيها ستة احرف، ستة كاركتر، كل كاركتر اخذته باي، اثنين في ستة 12 زائد. دائما بحكي لك اي اري بدي اعملها لازم تاخذ 64 زائد 12 78. فالسايز لهي 78. لو اجيت مثلتها انت از ريفرنشال اطلع كيف بصير شكلها. ده بس افرجيك، هاي كنت متوقع اشرح اكثر. لما انا عملت هون برنت اي سايز طلع هاي لس، هاي مش اري. شكلكم سامعيني؟ شكلكم بارد، عندي مشكلة بالنت. سامعينك دكتورة. تمام. ريكونكت على البايثون. تمام. هلا شوف. هلا هاي 1 2 3. اوكي؟ طبعت السلايد او في شيء اسمه بيت سلايد موجود بسيس. برجع لي السلايد اوف اي. هاي اي اللي حجمها 120. طلع شو فيها؟ طلع. ما حكينا الانتجر باخذ 2 باي. 2 في 6. 2 في 3 6 زائد 64 72 20. ليه؟ حكينا هاي انت شايفها هيك بس هي بتتمثل از ريفرنشال. شنو ريفرنشال؟ يعني الموقع بالذاكره حجمه 64، يعني كم بايت؟ 64 يعني 4 بايت. اوكي؟ 4 بايت في كل قيمة راح تأخذ 4 بايت. أوكي؟ 4 في 3 في 4 12 بايت. وأصلاً كيف بدي أفرجك إياها، يمكن موجودة هون. بدي أحسب لك إياها حساب عشان تعرف إنه أنا كيف بمثل. طبعا طالما انا مثلت هيك 1 2 3 تعتبر ليست. الاريز كيف بعملها في بايثون؟ كيف انا بدي اعمل اري مشان تتخزن بهالشكل؟ حكينا هاي التمثيل انه يكون اري، انه يكون اري تضبط لما يكونوا عندي انواع بريميتيفز. شو يعني بريميتيفز؟ شو يعني بريميتيفز؟ هاي الاري بتضبط انه انا اعملها اري اوف انتجر، اري اوف كاركتر، تضبط لما يكونوا primitives. شو يعني primitives؟ رح أرجع للنقطة اللي تركتها اللي هي أحسب الحجم، بس خليني بالأول أفرجيك لما يكون أريا كيف وأطلع حجمها، ولما يكون list وأطلع حجمها نفسها. طلع هاي لما يكون primitives اللي هم يا إما character يا إما unicode يا إما short integer يا إما unsigned short integer. signed و unsigned معناها بإشارة وبدون إشارة. فالsigned له إشارة في سالب والunsigned كله بالموجب. فهون معطيك التيبيكال بياخذ بالبايت كام. ففي عندك البي سايند كاركتر، الكابيتال بي ان سايند كاركتر. هاي شو بتستفيد منها انت هون؟ مشان تنشئ اري بلزمك كلاس اسمه اري، وبلزمك موديول اسمه اري. اوكي، مشان تستخدم له يعني لازم تعمل انكلود امبورت اري، تستخدم الكلاس اللي اسمه اري از كونستراكتور باخذ تو باراميترز اللي هم نوع الاري
والقيم. فبرايمز عبارة عن أري فيها انتجر I for signed integer، يعني ممكن يكون sign له إشارة، يعني ممكن يكون سالب وموجب، فيها القيم 2 3 5 7 12 هي as array. شو يعني as array؟ يعني هيك هيك هي array. لو ما عملت انت array كيف بخزنها بالبايثون؟ كيف بخزنها بالبايثون؟ referential هيك. مين احسن؟ هذا الموقع، هذا الموقع مشان يكون referential الادرس حجمه 4 بايت، هذا الحجم 4، فأنا على الأقل بدي لهاي كلهم الثمن مواقع 8 في 4 48. بينما لما أنا أخزنه هيك، أوكي، لما أخزنه بهالشكل 2 بايت مع 8، 8 في 2 16. مين أحسن أستخدم 48؟ مش رح يكونوا 48، مرة جاي بثبت لك إنهم برضو مش 48. مين أحسن 48 ولا 16 مواقع في الذاكرة؟ التايم كومبلكسيتي معناها لما يكون كومباكت أفضل، أوكي، معناته الكومباكت أفضل، تمام؟ فالمرة الجاية نحسب، خلصت المحاضرة صح؟ فالمرة الجاية بنحسب لما يكون compact array. بدي أعرف لك array، مع أني أنا هيني كاتبها عامل البايثون إلها مشان برضو أختصر الوقت، عامل إنه أعرف array وأحسب لها size، وعامل لك هون list وكم size والفرق بيناتهم. طلع 76 فيها 5 قيم 76 array، وهون 3 قيم فيها 120، أخذت 120 موقع في الذاكرة. مين أفضل الكومباكت ولا الريفرنشال؟ 76 مع 120، فأكيد الكومباكت أفضل. أفضل من ناحية السبيس كومبلكسيتي ومن ناحية التايم كومبلكسيتي. شو يعني التايم كومبلكسيتي؟ مين أحسن؟ أرجع على المواقع A of 1 و 2 و 3 وألاقي مباشرة القيمة، ولا أرجع على القيم بريفرنشال إنه يروح لي على الأدرس وبعدين يروح على الأوبجكت؟ طبعا هاي انه يروح على الادرس وبعدين يروح على الاوبجكت اللي موجود ابصر وين بالذاكره، راح ياخذ وقت اكثر. فالكومباكت احسن من الريفرنشال، لكن احنا هاي الديتيلز نكتب لك اياها بنعمل لك اياها. بس احنا كمان شوي راح نتعامل مع ليست عشان نعمل كيوز وليست وستاكس، راح نتعامل مع ليست وتابلز، بس لازم تكون عارف الفرق بيناتهم. فالمره الجاي راح اجرب لك، راح نشتغل شوي على السبيسز، رح أرد أعيد السبيس كومبلكسيتي والتايم كومبلكسيتي وأثبت لك بالبايثون مين السبيس الأفضل. بدي أنفذ لك هاي البرامج، أوكي، عن طريق السايز أوف، ونكتبهم ونكمل سكشن 53. هيك بكون أنا أنهيت المحاضرة. يعطيكم العافية وبالتوفيق يا رب. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. وفي سؤال؟